أستاذ الأساتذة الذين تحملوا عناء ومشاق السفر لمشاركتنا في هذا اللقاء الثقافي والعلمي. معكم العبد الضعيف عبد الله توت، محامي بهيئة الجديدة وعضو المجلس الأكاديمي للرابطة المحمدية للعلماء عن إقليم الجديدة. المناسبة وهي الاحتفال في القاعة التي كانت تسمى في أيام الحماية ببرو عرب، الآن هي فضاء للتاريخ والحضارة المغربية وخصوصا تاريخ المقاومة وجيش التحرير بالمغرب وبهذا الإقليم على الخصوص. واليوم هناك لقاء حول ذاكرة تاريخية أو واقعة تاريخية، وهي تقديم وثيقة استقلال بتاريخ 11 يناير 1944. وفي نظري أن هذه الذاكرة لا يجب أن تمر هكذا من باب العبات ومن باب الترفيه، ولكنها ذاكرة لجعل الذاكرة التاريخية للمغرب حية في النفوس، لأن هؤلاء الشباب هم رجال الغد ويجب أن يعرفوا تاريخهم وتاريخ بلدهم. وهذه الذكرى هي تعكيس مرحلة مهمة في تاريخ المغرب. الذي يمكن أن نستخلصه بهذه المناسبة أن الإيمان له دور كبير جدا في هذه الحركة وفي هذا العمل. وإذا كان العلماء ديونا يقولوا بأن الإيمان الإيمان بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح والأركان، فهذا العمل بالجوارح والأركان. وستمر من 44 حتى 53 تنفذ محمد الخامس، عاد هاد الناس غتكون الحركة الوطنية والحركة المسلحة بالذات، وهي التي جعلوا الفرنسويين يشعروا بأنه لم يبقى لهم وقت، وأن حججهم التي قدموها للعالم هي حجج ضعيفة، لا قانونيا ولا تاريخيا ولا واقعيا. وكذلك النقطة الثانية في هذه الخلاصة وهي الإيمان بالعلم. المغاربة رغم الاستعمار ورغم الضغط وكذا كذا أسسوا المدارس الحرة لإعداد الأطر التي ستتولى المسؤولية في المستقبل، وتأسست المدارس الحرة. هنا الجديدة عندنا هنا كان مدرسة تهذيب، ومازال بعض الأطر اللي تخرجوا منها راهم مازالوا إلى على قيد الحياة. مدرسة التقدم في القنيطرة، مدرسة سال النهضة ديال السيد المجاهد أبو بكر القادري رحمه الله، ومدارس محمد الخامس سمعتي وغيرها. كذلك ربما في نظري الأكثر أهمية، وهو أن الحكم راه مسؤولية، راه ماشي تشريف، راه تكليف. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.